القمة العربية 29 في مدينة ظهران السعودية تبدأ بكلمة للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي يؤكد على أهمية التصدي لأي تدخل في الشؤون العربية. دونالد ترامب على تويتر: الضربات على أهداف للنظام في سوريا نفذت بإحكام والمهمة أنجزت. واشنطن تؤكد أن غازي سارين والكلور استخدما في الهجوم على دوما مما دفع الولايات المتحدة لشن الضربات. العراق وبدء عملية أمنية لتطهير المناطق الحدودية بينها وبين الأردن وسوريا من مخلفات داعش. تراجع واردات كوريا الجنوبية من النفط الإيراني بمقدار 39.3% في شهر أذار مارس مقارنة بها قبل عام بسبب تباطؤ الطلب وفق ما أظهرت بيانات الجمارك.